خلي بالك، كلنا بنحب الانترنت وبنحب نفتح فيديوهات على اليوتيوب ونلعب جيمز ونتكلم مع أصحابنا، بس إيه هو الانترنت؟ الانترنت هو شبكة بتوصل العالم كله ببعضه، وعشان ندخل العالم ده زي ما انتوا عارفين بنحتاج بس جهاز كمبيوتر أو موبايل. خلي بالك، الانترنت زي أي حاجة في الدنيا، فيه الحلو وفيه الوحش، في ناس أشرار وناس طيبين، ممكن نستفيد منه وممكن يضرنا جدا. خلي بالك، عشان الانترنت شبكة عالمية وممكن أي حد يدخل عليه، في ناس شريرة بتحاول تنشر أفكار مش كويسة وحاجات مش صحيحة علشان يخلونا وحشين زيهم. وعشان كده أول حاجة لازم نعرفها ونتعلمها إننا ما نصدقش أي حاجة بنشوفها على الإنترنت إلا إذا كانت حاجة بابا وماما بيوروها لنا أو المدرس بتاعنا مثلاً. وفي نفس الوقت في حاجات كتير قوي ممكن نتعلمها ونستفيد منها على الإنترنت. طب نعمل إيه عشان نستخدم الإنترنت استخدام كويس ونبعد عن اللي يضرنا؟ قدامنا 5 حاجات نعملهم. 1، نقسم وقت قعدتنا على الانترنت بين حاجتين. الحاجة الأولى إننا نتعلم حاجة جديدة، والحاجة التانية إننا نلعب ونتفرج على حاجات جميلة ومسلية. 2، نسأل ماما وبابا عن المواقع والفيديوهات اللي نستفيد ونتعلم منها أو حتى تسلينا من غير ما يكون فيها أفكار أو حاجات وحشة، ونسجلها عشان ندخل عليها دايما. 3، ما نتكلمش مع حد ما نعرفوش وما نقولش أي معلومات خاصة عننا زي عنوان بيتنا أو مدرستنا. 4، ما نديش الباسورد بتاعنا لحد ولا ندخل على موقع ما نعرفوش، ولو اتفتح قدامنا موقع فيه أي حاجة وحشة أو عنيفة نقفله فورا ونعرف بابا أو ماما. 5، ما نصدقش أي إعلان بيقول إننا هنكسب حاجة مجانية لأنه بيضحك علينا. خلي بالك، مهما كان استخدامنا للإنترنت كويس، ضرر الإنترنت مش في الحاجات اللي فاتت وبس. طب إزاي؟ استخدام الإنترنت كتير بيضرنا لأنه بيعودنا على الكسل وبيخلينا نتعصب، وكمان بيضعف نظرنا ويبعدنا عن الناس اللي بنحبهم وبيحبونا. عشان كده لازم نقسم وقت فراغنا بين القراية والرياضة واللعب مع أصحابنا والموسيقى والهوايات اللي بنحبها، وما يبقاش كل وقتنا على الانترنت بس. لو شفت الفيديو بتاعنا استخدم الانترنت استخدام مفيد وابعته لكل أصحابك وقرايبك عشان يستفيدوا زيك، وما تنساش تتابعنا عشان هنقدم لك دايما معلومات مفيدة وحواديت مسلية. خلي بالك، نوتا كيدز